يلا بينا لوين، يلا بينا لوين، صرنا ساعتين ورا والله تعبنا، والله تعبنا. ما دامك عرفت لوين جاي خلينا نروح على البيت. لا لا ندخله تعال. شو ندخله؟ شو دخلك؟ بيسألك سؤال، انت مجوز؟ لا. خاطب؟ لا. مشان هيك جلدك متمسح وقلبك ميت ومش فارقه معك حدا. انا حبيبي وراي مسؤوليه، انا بعدني عريس جديد، انا رايح على البيت. لا تعال 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 نور، انا عازمك على ايس كريم. ما بحبها. انا بحب يا اخي. ما بحب الايس كريم. انا بحب. ما بدي، خليني اروح. اخي ما بدي. يا اخي ما بدي، ما بدي اكل. قلت لها ما بدي. اهو تعال تعالى، ما تخافش، بقول لك تعالى. شكله مستني حد. يا حاج تطلع عليه، حاج تطلع عليه لحديت ما يجي لحد. ياه ما كنتش عارف انك بتخاف على نفسك قوي كده. انا ماني خايف على حالي، انا خايف على ليندا. ليندا؟ مين ليندا ده؟ ليندا مش ده، ليندا تبقى دي. ليندا مراتي، بصراحة ما بدي اياها تحمل لقب أرملة وهي بعدها زخطورة. زخطورة؟ لا ما تخافش، ما تخافش يا نور. ميشو كلمة واحدة، بقول لك ما تخافش. ما خافش؟ الله يستر، الله يستر، الله يستر. هاي استحبوا تشربوا؟ بدي ايس كريم. ايس كريم. من فضلك، شكله زبون مهم صح؟ ايه هو الخواجه كريستو صاحب محلات ذهب والماز، معروف عنه، بيجيك اليوم بيشرب الكوفي تبعهم. اه طب متشكر جدا، عايز قهوه بقى بعد اذنك. واثنين ايس كريم. اثنين. شكرا. اكيد توفيق جه للخواجه كريستو في الميعاد ده بالذات علشان يعرض عليه الماس. معلوم اكيد مصور له الصوره وعم بيوريه اياها. انا هروح وراه. تروح لوين؟ بحية ربك عود عود، أكيد رجالة الدرادو وراء عود. ما تخافش، ما تخافش يا نور. الله يستر، الله يستر، الله يستر. والله ما كان بدي آيس كريم. في حاجة؟ عايز إيه؟ الماسة، وهعمل معك ديل. لو رجعت معايا انت والماسة هضمن لك نصيبك منها من غير ما حد يتعرض لك. ماسة يا حبيبي؟ الماسة خلاص انا بعتها، وبكرة هقبض فلوسها، وبعديها بساعة هبقى في امريكا. We'll be right back.
درس خصوصي يبقى في وقت متاخر زي كده الساعه 10 بالليل. بقول لك ايه، الواد بياخد دروس في كل المواد، ما عندوش فاضي الا المعده. خلاص يا لمياء يا حبيبتي قومي بقى انت روحي، اديكي وصلتيني وقعدت كمان اهو. لا انا هقعد معاك احضر الدرس وبعد كده توصلني عشان ما تزوخش. ها يا ست مش هزوخ والله، ما تقلقيش المره دي لو حصل اي حاجه في الدنيا ولا هتنرفز ولا هقلق ولا هعمل اي حاجه يعني تخليكي زعلانه مني. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا حدايا اوراني. اهلا وسهلا، ازي حضرتك حدايا يا فندم؟ اوراني استاذ حدايا ولد حاتم اللي هتديله الدرس. اهلا اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك يا استاذه رامي، اتفضلي واقفه ليه. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. ميرسي ميرسي قوي. يا لهوي ايه الحيوان ده؟ ما تقلقش ما تقلقش، دي روكا الكلبه بتاعتي. روكا الكلبه كمان نتايه اللي جاب لك يخليلك. وقد وافق السلطان العثماني سنة 1805 على تولية محمد علي حاكما على مصر. انت بس لو تسمعي كلامي، ده أنا كنت أدلعك دلع وأفسحك كل يوم في مكان. يا حصلت بس انت بس تسمعي الكلام. ما في حاجة يا أستاذ فطين؟ لا 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 ما فيش، ما أنا افتكرت يعني. لمياء أنت كويسة؟ كويسة يا فطين. طب الحمد لله. ممكن بقى تكمل الدرس؟ حاضر. وقد أقام محمد علي نهضة اقتصادية كبيرة. بس أنت وافقي، إيه بس اللي عاجبك فيه؟ ده حتى كده شكله عبيط، وبعدين أنا هأكلك أفخم أنواع اللحوم. لا ابوك ده شكله مش هيجيبها لك بره. ده اصلا مش بابا المستر فاطين، ده جوز ماما. جوز ماما؟ علشان كده قلتلي. ماشي ماشي يا حدايه، نرجع بقى للدرس ونركز ونتقي الله. ها ثم اقام محمد علي القناطر الخيريه في بنها، ثم قامت العدوان الثلاثي بقياده الهكسوس وهتلر في موقعة العلمين، ثم دخل نابليون رشيد. قلت ايه يا جميل؟ لا انت شكلك كده بقى مش هيعدي الليله دي. قلت ايه يا عمر؟ خدي حته اللانشون دي. في حاجه يا استاذ فاطين؟ ها ما لا ما فيش، ما اصل الواحد لما بيجي له الشيطان كده بيتهيأ له حاجات غريبه يعني. لمياء انت كويسه؟ كويسه كويسه. طب الحمد لله. كمل بقى الدرس. حاضر. وقد تخلص محمد علي من المماليك تماما في مذبحه القلعه. فين يا حاتم؟ في مذبحه القلعه. برافو عليك. انت بس ما تخافيش مني. واضح ان حدايه بيه مغرم بالكلاب قوي. ما تخافيش، صدقيني انا قصدي شريف. يا سلام. انا بقى لو ما كنتش شفته بعناية وهو بيكلم الكلبة كان زماني دلوقتي ظلمته وافتكرته بيعاكس لمياء. انت بس سيبك منه وانت كل اللي انت عايزاه هجيبهولك. على فكرة كده غلط جدا يا استاذ حداية، وما يصحش كده ابدا. اكيد اكيد، حاول ياكل الكلبة غصب عنها. على فكرة ممكن علي صوتي وفاطين يسمعوا كده غلط جدا. ما انا سامع كل حاجة يا لمياء. احنا مالنا احنا، هو حر هو والكلبه بتاعته. خلي فطين في درسه وخلينا احنا في حصتنا. انا جاي لك وناويها بظبط، وقتل على الباب بخبط، وهتعمل لي ايه؟ يا فطين تعالى الحقني، يا فطين والنبي تعالى بسرعه. لحسن تكون الكلب عضتها ولا حاجه. لمياء لمياء سلم بعديها. فطين فطين الحقني. يا حدايه الكلب، انا هناك عمال اشرح محمد علي وانت هنا عامل لي فيها محمد حماقي. فاطين ده ايه الغلب ده يا ربي؟ معلش بقى يا فاطين، اللي حصل حصل. معلش انا كل اللي مزعلني يا لمياء يا حبيبتي ان كل كلامي كان موجه لحدايه اقراني، ايه بس اللي دخل الكلبه في الموضوع مش فاهم. معلش يا فاطين، خلاص بقى يا حبيبي خلاص. بس ايه، انا ما سكتلوش برضه مع ان الكلبه كانت منعاني عنه، الا ان لساني ما توقفش لحظه عن اهانته.
انت اكيد سمعت صح؟ طبعا سمعت، ده انت بهدلته اخر بهدله يا اخي. واقول لك روحي يا لمياء، انت روحي انت ولا انت هنا. معلش بقى المره الجايه بروح له لوحدك كده. ليه المره الجايه؟ لا خلاص خلاص الحمد لله لحد كده، توبه من دي النوبه. يعني ايه؟ بقول لك ايه، هي كلمه واحده، هتروح تدي دروس خصوصيه ولا لا؟ لا وامري لله. لا ماشي امسك بقى فاطمه. برضه ماشي. ايه ده ايه ده؟ لا لا يا ربي ما تخلع، يا ربي ما تخلع. اسمع صباعي. لا لا ده انا حبيبك. اتفضل اسمع، تمسح اسمي من دماغك خالص ومش هشوف وشك تاني، فهم؟ يا لمياء امسح اسمك من دماغي؟ ما تقلقيش، الكلبه قامت بالواجب، مسحت كل حاجه من دماغي، فرمطت لي دماغي كله. منك لله يا حبيبي يا قرني، منك لله. فكهاني وبحب الفاكهه وبموت في الموز والمانجا. بلدي موت، بلدي موت. فعلا هي بلدي، ده حتى الفاكهه دي مش اوانها اليومين دول. سيد بيه خلينا في الجد احسن. انا اوعي تزهقي، ده احنا ما صدقنا. قولي لي طلباتك ايه يا سميره؟ انا هفتح لك قلبي واتكلم معاك بصراحه. يا ريت. انا بخاف من كل الرجال اللي بيطلبوا ايدي، عارف ليه؟ ليه؟ لان انا بخاف احسن يكون حد طمعان في ثروتي. انا اطمع في ثروتك؟ لا يا سميره هاني، لا مش انا انا اطمع في ثروه واحده ست ان شاء الله تكون بالملايين؟ لا حاشا وماشا، لست انا ولن اكون انا. لا يا سميره هاني. خلاص انا عشان اطمن لازم تكون العصمه في ايديا. خليها في ايدي، حتى انا لما بسيبها في ايدي بتعرق، بضطر اسيبها في اي حته وانساها. والشبكه بتاعتي خاتم سلوتير ما يقلش عن 150,000 جنيه. احسن واغلى خاتم سلوتير فيك يا بلد. الفرح بتاعي يبقى في اوتيل ما يقلش عن 7 نجوم. ايه 7 نجوم؟ قولي 17 نجمه، 77 نجمه، وبعدين لسه هنعد النجوم. انا هعملهولك في اوتيل في القمر. ساعتها بقى يا سيد بيه اول ما اطمن لك واحس كده ان انا مشاعري مياله نحوك، احط ثروتي على ثروتك، وساعتها نعمل بيزنس مع بعض ونتجوز بعض. قلت ايه؟ قلت احلى كلام اللي انت قلتيه ده. قولي لي هنروح للمأذون امتى؟ اشوفكم وحشتوني. ايه ده؟ ايه؟ ايوه يا حبايبي يا حلوين، وحشتوني وحشتوني قوي قوي قوي. طبعا انتوا عارفين يا شقه عمري ان انا كنت مخليكم عشان العمليه الكبيره. العمليه الكبيره وقتها جه، وقتها جه، فما تزعلوش مني، هاخد منكم شويه صغننه بس وعدي بالسيد الحاوي لحبايبه الحلوين ان انا هرجع بقى الشويه دول ملايين. بس كفايه كده، وشويه الفكه دول بقى حلوين، بس حلوين قوي قوي. يلا دفوا بعض بقى.
سيبك بقى من التفاهات اللي بتعملها دي وركز معايا. عاوزك. دي مش تفاهات يا سيد. لا ده لقاء المفكرين هنا في صالون أنس الثقافي لتداول الفكر والآراء. اللي انت بتقوله ده هو اللي مخليك دايما ورا. انا فعلا ورا بس ورا الحق. فازلك بقى بالبقين اللي انت حافظهم دول ومحفظهم للواد فطين. اسره انت جاي عايز ايه دلوقتي يا سيد؟ انا هتجوز يا انس. طيب يا سيدي مبروك. ومالك بتقولها من غير نفس قوي كده ليه؟ يعني عايزني اقولها لك ازاي يعني؟ ارقص وانا بقولها يعني؟ تصدق فكره؟ يا ريت ترقص يا انس. والله انا من زمان نفسي اشوفك وانت بترقص، نفسي ادخل عليك مره ليك كده زينا كده. فك يا عم انس، فك فك ارقص، لازم ترقص. عارف ليه؟ لان الجوازه المره دي غير كل الجوازات اللي فاتت. جوازه محترمه محترمه قوي يا انس، هتنقلني نقله لفوق. ربنا يتم بخير يا سيدي. خد يا انس امسك. لا معايا والحمد لله. دول مش عشانك، دول عشان تنزل تجيب لك بدله محترمه، بدله فخيمه شيك بدل البدله المعفنه اللي عندك، عشان تشرف اخوك وانا بعرفك على العروسه. يعني هي البدله الجديده هي اللي هتشرفك؟ خلي فلوسك معاك، انا هشتري بدله جديده من معايا. ماشي. على العموم لو احتجت اي حاجه ما تكسبش مني، ما تنساش ان انا اخوك الكبير. عمري ما نسيت، بس انت الظاهر اللي بتنسى ان انا اخوك الصغير، بدليل انك عمرك ما سالتني وقلت لي انت ليه ما اتجوزتش لحد دلوقتي يا انس. عكن عليا بقى، عكن عليا يا انس وانا مبسوط. لا يا سيدي خلاص، الف مبروك. وبسلم لي على اصحابك الصيع اللي بيقعدوا يقولوا كلام مش مفهوم دول. ما تقولش عليهم صيع. لا صيع. ما تقولش صيع. صيع مش صيع، مفكرين وادباء. متحميشي قوي كده يا اخوي، متحميشي. خلاص بجهز الكاميرا بتاعتك عشان تصور صور الفرح. يا ولاد بلدنا يوم الخميس هكتب كتابي وابقى عريس، والدعوه عامه وهتبقى لامه. يا ولاد بلدنا يوم الخميس. ياما ايه ده؟ السلام عليكم. ايه ده؟ وعليكم السلام. يا نهار اسود منيل، يا دي الخرامك ده كله. ايه ده؟ يا صاحبي كلش صاحبك الجديد هو اللي عمل فيك كده. ما انت يا لا لا روكا كلبه. ايه روكا كلبه؟ يا حبيبي لو انت يا اخويا خلصت على كل البني ادمين ودخلت على الكلاب. مالكش دعوه بيه يا سيد، سيبه. تعال شوف عامل ازاي. فكرني فكرني. يا ولاد بلدنا يوم الخميس والدعوه. السلام عليكم يا عم. سلام يا سيدي. ايه يا فطين، ايه اللي عمل فيك كده؟ الكلب روقتني يا عم. يا راجل بقى، ما الافكار اللي زيك هي اللي صنعت الانانيه والملكيه الفرديه. اللي معاه فلوس يتعالج وياخد مصل اتش 1 ان 1 واللي ما معهوش يموت. فكر اللي زيك هو اللي قتل الطموح عند الشباب، عايزين بدون اي مجهود تجي لهم كل حاجه على الجاهز. يا جماعه يا جماعه صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. النبي استوى. يا استاذ عبد العليم النابت لسه ما استواش، لما يستوي انا هبقى صحيك نام. منورين يا اساتذه. انا اتحداك انك تطلع لي واحد بس من العامه خد المصل. وانا اتحداك انك تقدر تجيب المصل اصلا. من فضلك لو سمحت نهدم اهدم اهدم وحد الله. لا اله الا الله. انا من رايي ناخد فاصل نشرب فيه الشاي. اهو ده الكلام. منورين منورين.
ايه رايك بقى في الجزء الاول من المناقشه؟ لا حاجه يا عم انس، ممتعه ورائعه جدا جدا جدا. الراي والراي الاخر والحريه مكفوله للجميع. أيوه. هي دي الديمقراطيه. نابت نابت استوى. يا استاذ عبد العليم النابت لسه ما استواش، انا لما يستوي انا هصحيك بنفسي. يلا نام. منورين يا اساتذه. ايه رايكم في فتره الفاصل نسمع حاجه؟ ايوه يا عم انس، ايوه هي دي. يا ريت بقى الاستاذ حسين يسمع لنا القصيده اللي هي اخر قصيده كتبها لنا دي، اللي بيسمعها لنا كل مره. اصل الواحد نفسه يسمعها قوي يا استاذ حسين والله. بس كده؟ بس طلب زي ده يحتاج سندوتش حلاوه بالقشطه. يا سلام سندوتشين كمان. حد عايز حاجه تانية؟ يا ريت عصير توت لو سمحت. عينيا حاضر. والاستاذ احمد التمر بتاعه مش كده؟ مظبوط مظبوط يا استاذ فطين. يا اهلا اهلا. والاستاذ عبد العليم النابل. رغيف العيش أضنامي ولحم السيخ للخاصة. الله الله عليك يا أستاذ حسين. وكوب الشاي مغشوش وشاي الفتلة أبكاني وسكران بخمر أنساني ونوع الخمر انساني. انساني وانساني علشان انساك وتنساني. رغيف العيش اضنامي. الله 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 يا لا لا لي لا لا لي يا سلام كانت سهرة جميلة يا عم أنس والله. لا والأستاذ عبد العليم بقى إيه بعد النابت صح صح ويجلى. صوته جميل قوي. اه نشوف ايه؟ انا ما شفتوش من ليله امبارح. انا قلقان عليه قوي قوي برضه عم انس على فكره، بس انا لما سالت بنبوني عليه قال لي انه في مصلحه. ربنا يستر. تصدق انه وحشني؟ وانا كمان وحشني قوي. يا ترى انت فين يا ميشو؟ هرجع مصر من غيرها. فين الماسة؟ اطلعنا الخاسنة الخاسنة. افتح. استنى هات بسرعة. معلش بقى ميشو، كان نفسي اخدك معايا امريكا بس مالكش نصيب.
الكسكسه بديه كيف يهرب وانتوا وين كنتوا ها نو كمان اخذ المتسك شو هيدا كان نحن الهون اكوا هذا الولد له واحد هون بدي تعرفوا له مين كان معه في الكافيه هذا هو اللي عم بيساعده بعدكم واقفين تحركوا مين شو المصري